نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مراجعة سريعة على الأوسبي بتاع الأسبوع الأسبوع ده إن شاء الله، اللي هو لينكد أوسبي. ده سجل سكشن، مهم إن إحنا نعرف بسرعة في السكشن إن إحنا we have three conchae اسمهم superior وميدل وinferior conca. تحت كل conca في ميتاس superior وميدل وinferior ميتاس. يبقى عندنا three conchae superior وميدل وinferior conchae، عندنا ميتاس superior وميدل وinferior ميتاس. السوبرير ميتاس ده بتفتح فيه ارثاينس اسمها posterior ethmoidal ارثاينس، اسمها ايه؟ posterior ethmoidal ارثاينس. اما الميدل ميتاس بيفتح فيه الانتيرير والميدل، يبقى الانتيرير والميدل ethmoidal ارثاينس. من قدام بتفتح فيه حاجه اسمها frontal ارثاينس، وبتفتح فيه المجزرة ارثاينس. طبعا بتفتح فين؟ دي حدوته كبيره لو جات لنا في الامتحان انكم تو ساينسز بيفتحوا في الميدل ميتس وخلاص. يبقى عندنا فرانتال انتيرور وميدل اثمويدال ساينس والمجزيلاري ساينس. واخر ميتس اسمه انفيرور ميتس بيفتح فيه نيزو لاكريمال داكت. يبقى باختصار سوبيرور وميدل وانفيرور كونكي، سوبيرور وميدل وانفيرور ميتس، وكل واحده بتفتح فيها ايه؟ لو جينا لورا كده بلاقي دي الاوبننج بتاع حاجه اسمها يوستيكيان تيوب. ايه وظيفه اليوستيكيان تيوب؟ بتعمل ايكولايزيشن للبريشر على السايد بتاع الاير دروب، بتعمل ايكولايزيشن اوف ذا بريشر ثرو اتس كونكشن تو ميدل اير. بعد كده لو احنا نزلنا ده الحته بتاعت اللارنكس، ده اللي انا ماسكه ده اسمه ايبيجلوتس، يبقى ده اسمه ايبيجلوتس. وعندنا هنا في تو فولد، اللي يهمني الفولد التحتاني ده اسمه فوكال فولد، الفوقاني اسمه فيستيبولار فولد، والتحتاني اسمه فوكال فولد بتاع الفوكال كورنس. يبقى عندنا باختصار superior وميدل وانفيرور كونكي، superior وميدل وانفيرور ميتاس، عندنا الاوبننج بتاعت اليوستيكيان تيوب، عندنا الابيجلوتس، وعندنا تو فولد اهمهم اللي هو الفوكال فولد. ممكن طبعا نجيب نفس الكلام ده على السكشن ده ويت. يبقى على السكشن ده برضه بلاستيك موديل اهو، شايفين الثري كونكي موجودين superior وميدل وانفيرور كونكي و superior و middle و inferior meatus. قلنا ايه الحاجات اللي بتفتح فيها مش هنعيدها مره ثانيه، ودي الاوبننج بتاعت التيوب اسمها يوستيكيان تيوب. عندنا اللي يهمني هنا في السكشن ده هو مش باين هناك ومهمين جدا، عندنا في 3 tonsils موجودين. يبقى عندنا هنا زي ما انتم شايفين دي البالاتاين tonsil اللي احنا بنسميها في الطب tonsil جاست اوردر، دي اسمها بالاتاين tonsil. دي اسمها نيزو فارنجيال تونسل، بنسميها في الطب ادينويد، ودي اسمها لينجوال تونسل، ودي بتسمها في الطب لينجوال تونسل وملهاش امبورتنس. يبقى باختصار الحته دي مهمه قوي ان انتم تعرفوها، عندنا 3 تونسل موجودين، يبقى دي اسمها فارنجيال تونسل موجوده في النيزو فارنجس اللي اسمها الثاني ادينويد، دي اسمها بالاتاين تونسل حاف اللي هي التونسل، ودي اسمها لينجوال تونسل. اهم حاجه ان انتم تعرفوها في البالاتاين تونسل النيرف سبلاي البلاد سبلاي. النيرف سبلاي بتاعها بتاخد من الجلوسو فارنجيال نيرف، والبلاد سبلاي بتاعها بيجي لها ارتري اسمه تونسيلر برانش، ده جاي من اللي هو الفيشيال ارتري، تونسيلر ارتري جاي من الفيشيال ارتري. دي اسمها الابيجلوتس، ودي اللي هو الفوكال فولد. يبقى ده السكشن اللي بطلق عليه ده من السيريكال سكشن. عندنا بعد كده الهارت. زي ما انتم شايفين الهارت اهم حاجه عايزين نركز عليها في الهارت الارتريز، وحاجه في الانترنال ستراكشر. الارتري ده اللي اسمه ال اي جي ليفت انتيرير ديسندنج، او اسمه الثاني في الاناتومي الانتيرير انترفنتريكولار ارتري، اسمه ال اي جي او ليفت انتيرير ديسندنج برانش. والارتري الثاني ده اسمه رايت كوروناري ارتري، يبقى اسمه ايه يا اولاد؟ رايت كوروناري ارتري. والارتري الثالث والاخير اسمه سيركمفلكس. يبقى عندنا 3 ارتريز موجودين. اهمهم دايما في الطب اللي هو ال اي جي، ال اي جي ده بيدي ايه؟ بيدي برانشز للحته بتاعت الكونس. بطلق عليه كلمه ليفت كونال ارتري، كونس اللي هي الحته دي. بيدي برانشز للسبتم اسمها سبتال برانشز، وبرانشز للليفت فنتركل اسمها دياجونال برانشز، يبقى بيدي ثلاث انواع من البرانشات. اللي هي يبقى ليفت كونال نمره واحد، سبتال اثنين، دياجونال رقم 3. يبقى الارتر ده اسمه ال اي جي ليفت انتيرير ديسندنج. اما الارتر الثاني ده اسمه رايت كوروناري ارتر، يبقى الارتر ده اسمه رايت كوروناري ارتر. بيدي حاجات كتير قوي، لكن من الحاجات اللي هو بيديها بيدي برانشز للرايت اتريوم، بيدي برانشز للرايت فنتريكل،
بيدي برانش اسمه رايت مارجنال او اسمه التاني كويس اكيوت مارجنال كويس بيدي برانش اسمه بوستيرير انتر فنتريكولار ارتري يبقى بيدي رايت مارجنال بوستيرير انتر فنتريكولار ارتري برانش للرايت اتريام برانش للرايت فنتريكل بيدي الاس اي نود والاي في نود في معظم الناس اس اي نود في 80% من الناس كويس اس اي نود في 65% من الناس اي في نود واي في باندل في 80% من الناس يبقى باختصار يبقى الارتر ده اسمه ال اي جي هو ليفت انتيرير ديسندنج والارتر ده اسمه رايت كورونري ارتر لو احنا جينا فتحنا كده يبقى ده الهارت من جوه واضح مش عايز يتفتح يعني مش عايز يجيلكم في الامتحان ده اللي اسمه الانتر فنتريكولار سيبتم اللي انتم شايفينه ده وده الرايت فنتريكل وده الليفت فنتريكل اهم حاجه ان احنا عايزين نعرفها اللي هي الجي دي اسمها بابيلاري ماسلز يبقى دي اسمها يا اولاد بابيلاري ماسلز ولو لقيت حاجه لازقه في السيبتم ده بطلق عليه كلمه مودريتور باند في رايت فنتريكل يبقى اي حاجه ماسكه في السيبتم كده يبقى بطلق عليه كلمه ايه مودريتور باند بعد كده الكلام ده على يبقى عندنا هنا اهو زي ما انتم شايفين اهو يبقى الارتر اللي نازل ده اسمه ايه ال اي جي اللي هو ليفت انتيرير ديسندنج بيدي برانشز للرايت فنتريكل سوري للليفت فنتريكل اسمها دايجونال برانشز برانشز للسيبتم اسمها سيبتال برانشز واللي هو الليفت كورونال ارتري الارتر الثاني اسمه رايت كورونري بيدي برانشز للرايت اتريوم والرايت فنتريكل بيدي المارجنال الرايت مارجنال بيدي البوستيرير انتر فنتريكولار ارتري اللي هو ده وبيدي برانش الاس اي نود واي في نود يبقى باختصار اهم اثنين ارتريز في السبوتنج بالنسبه لكم ال اي جي والرايت كورونري ارتري لو جيت فتحت اللي هو الصوره الموجوده عندنا من جوه اهو احنا بنفتح اللي هو الصوره الموجوده عندي هنا اهو ادي اللي هو الارتري بتاعنا الانتر فنتريكولار سيبتم اللي هو الماسكولار بارت العضلات دي اسمها بابيلاري ماسل والخيوط اللي طالعه منها اسمها كورد تنديني واي حاجه لازقه في السيبتم يا اولاد لازم تبقوا عارفينها بطلق عليها كلمه مودريتور باند يبقى ده اللي هو ايه اللي موجود عندنا اسمها مودريتور باند عندنا بعد كده اللانج دي رايت لانج زي ما انتم شايفين اهو الواحد بيمسكها اهو بايده اليمين في البوستير بورتر صابع ايدي جايه على الكوستال سيرفيس والثامب موجود على الانجستان سيرفيس يبقى دي رايت لانج ودي اسمها ليفت لانج زي ما انتم شايفين يبقى دي اسمها رايت لانج رايت لانج احنا عايزين نعرف فيها لو جالنا هنا ده اسمه ارش اوف ازايجاس اسمه ارش اوف ازايجاس ولو جينا ورا هنا في حاجتين موجودين عندنا الازايجاس وعندنا الاوسافجاس يبقى عندنا هنا ارش اوف ازايجاس وعندنا من ورا هنا عندنا الازايجاس والاوسافجاس ومن قدام اللي هو ناحيه البوردر ده يبقى الكاردييك امبريشن ده موجود عندنا يبقى هنا ده كاردييك امبريشن وده بتاعت الناحيه اليمين اللي هي بتاعت الرايت اتريوم يبقى عندنا هنا يبقى كاردييك امبريشن بتاعت الرايت اتريوم ده ارش اوف ازايجاس من ورا عندنا الازايجاس والاوسافجاس ده ناحيه الشمال اهو زي ما احنا ماسكينها اجي الهايلم اللي هو ده قدامه يبقى كاردييك امبريشن بتاع الليفت فنتركل فوق عندنا هنا ارش اوف اورتا وعندنا ورا ده يبقى اسمه ديسندنج اورتا الاوسوفيجاس بيبقى بعيد بيبقى في الحته دي يبقى كاردييك امبريشن بتاع الليفت فنتركل ارش اوف اورتا وعندنا هنا ديسندنج اورتا وعندنا الحته دي بتبقى بتاع الاوسوفيجاس تعالوا نشوف بعد كده على اللي هو دي الكاليبر بتاعتنا اللي يهمنا هنا ده الابدومينال اورتا لازم نعرف فيه البيجيننج والاند بتاعته بيبتدي عند الليفل بتاع تي 12 في الكونتينيويشن بتاع الديسندنج اورتا بينتهي عند الليفل بتاع ال 4 بينقسم انتو تو كومن ارياك ارتريز يبقى ده الابدومينال اورتا من تي 12 اب تو ال 4 بينقسم انتو تو كومن ارياك ارتريز بيجينا عند نفس الليفل الليفل بتاع ال 4 وبينتهي عند الليفل بتاع اللامبوساكرال جوينت
وبينقسم لإكسترنال وإنترنال إلياك أرتري. ده اسمه إكسترنال إلياك أرتري وده اسمه إنترنال إلياك أرتري. الإكسترنال إلياك أرتري بينتهي عند الميدنجوينال بوينت بيبقى اسمه فيمورال، والإنترنال إلياك أرتري بينتهي عند جريتر ساتيك نوتش أو فورامين بينقسم لأنتيريور وبوستيريور ديفيجن. يبقى تاني يبقى ده اسمه أبدومينال أورتا باختصار T12 لغاية L4. بعد كده الكومن إلياك أرتري بدي من عند الليفل بتاع L4 لغاية الليفل بتاع اللامبو ساكرال جوينت. وبعد كده البداية بتاع التو أرتريز إكسترنال والإنترنال، الإكسترنال عند الميدنجوينال بوينت بعد كده بيبقى اسمه فيمورال، والإنترنال عند الجريتر ساتيك نوتش بينقسم إنتو أنتيريور وبوستيريور ديفيجن. يبقى ده الأرتري اسمه أورتا. اللي جنبيه اسمه اي في سي. ده الانترنال اللي قاعد ده. ده الانترنال. داخل مغوطة. لكن ده الاكسترنال اللي قاعد. ده الاي في سي. الاي في سي بقى بتيجي عند الليفل بتاع L5 وبيسيب الابدومن عند الليفل بتاع T8. بس بيدخل الرايت اتريان عند ايه كويس ايه عند الليفل بتاع السكس كوستال كارتلج. يبقى باختصار يبقى الاي في سي باجي عند الليفل بتاع L5 لغاية T8 اللي هو فينا كافل اوبننج، وبعدين بيدخل اللي هو الصورة وبينتهي في الرايت اتريم عند الرايت سكس كوستال كارتج. يبقى ده اللي موجود عندنا في الأورتا. بنيجي هنا بنلاقي عندنا الأورتا، ده اسمه أسندنج أورتا، ده اسمه أرشف أورتا، وده اسمه ديسندنج أورتا. يبقى الأورتا تلات أجزاء، أسندنج أرش ديسندنج. نركز كده ألاقي الأرش بيدي تلات برانشات، ده اسمه بريكيو سيفاليك، وده اسمه ليفت كومن كاروتيد، وده اسمه ليفت سبكلافيان. يبقى ده اسمه يا اولاد بريكيو سيفاليك، ده اسمه ليفت كومن كاروتيد ليفت سبكلافيان. بريكيو سيفاليك اهو هيرجع ينقسم لبرانشين بعد كده، واحد اسمه رايت كومن كاروتيد اللي هو ده، ورايت سبكلافيان اللي هو ده. ده رايت كومن كاروتيد ورايت سبكلافيان اللي هو ايه تحت الصباع اللي هو ده. هذه حاجات جوه يا بروس كيف ممكن نجيب اللي هي الحاجات اللي هي الزهره اللي موجوده عندنا هنا اهو. يبقى عندنا هنا بريكيوسيفاليك ليفت كومن كاروتيد ليفت سبكلافيان ارتري. باختصار كل ارتري يعني يهمني البدايه والنهايه بتاعته، يعني لو جبنا مثلا فور اكزامبل السبكلافيان البدايه يمين غير الشمال، في اليمين بادي من بريكيوسيفاليك لكن ناحيه الشمال كان طالع من الارشف اورتا. العضله اللي بتقسمه اسمها سكالينس انتيرو، بينتهي فين؟ عند الاوتر بوردر بتاع الفيرست ريب اسمه اكزيلاري. يبقى السبكلافيان ارتري لو جالنا البدايه بتاعته يمين غير الشمال، يمين كان بادي منين؟ يمين كان بادي من البريكيوسيفاليك، شمال كان بادي منين؟ من الارشف اورتا. العضله اللي قسمته اسمها ايه؟ سكالينس انتيريو. انتهى فين؟ عند الاوتر بوردر بتاع الفيرست ريب، بقى اسمه بعد كده اكزيلاري ارتري. الكومن كاروتيد ارتري اهو ده ناحيه الشمال، شايفين ده الكومن كاروتيد ارتري اهو ده. الكومن كاروتيد ارتري ده البدايه بتاعته يمين غير شمال بعدك، اليمين بتاعته كان بادي منين؟ اليمين كان بادي من بريكيوسيفاليك، الشمال كان بادي من الارشف اورتا. انتهى فين؟ عند الابر بوردر بتاع الثيرويد كارتليج، تقابل الديسك بتوين C3 و4، انقسم لاكسترنال وانترنال الياك ارتريز. اللي هو ده الارتري اسمه ايه؟ اسمه كومن كاروتيد ارتري. بينقسم لبرانشين، اسمهم ايه البرانشين اللي بنقسمهم؟ اكسترنال وانترنال الياك ارتريز. مش متسلكين قوي هنا، لكن هو بينقسم لبرانشين اسمهم اكسترنال وانترنال الياك ارتري. الاكسترنال الياك ارتري بيدي برانشات، والانترنال الياك ارتري كويس ما بيديش برانشات. والفين اللي جنبيه اسمه انترنال جاجيولار فين. انترنال جاجيولار فين ده بيبتدي ازاي؟ تكمله السيجمويد ساينس. بينتهي ازاي؟ بيتحد مع السبكلافيان يعملوا بريكيوسيفاليك ارتري. يبقى اختصار الارتريز اللي موجودين عندنا هنا، عندنا 3 ارتريز موجودين، ده اسمه بريكيوسيفاليك، ده اسمه ليفت كومن كاروتيد، ده اسمه ليفت سبكلافيان. البدايه ناحيه الشمال دايما من الارشف اورتا، ناحيه اليمين من بريكيوسيفاليك. النهايه السبكلافيان بينتهي عند الاوتر بوردر بتاع الفيرست ريب اسمه اكزيلاري. بينقسم لثلاث اجزاء باللي هو السكالنس انتيريو. اما الارتري شايفين طالع في النك اهو مش هيتلخبط خالص الواحد فيه، اسمه كومن كاروتيد ارتري. بينتهي ازاي؟ عند الابر بوردر بتاع الثيرويد كارتليج تقابل الديسك بتوين C3 و4، بينقسم لاكسترنال وانترنال الياك ارتري. الفين اسمه انترنال جاجولار فين. بدي ازاي؟ من السيجمويد ساينس. انتهى ازاي؟ اتحد مع السبكلافيان فين وعمل بريكيو سيفاليك فين. يبقى ده الحاجات المهمه عندنا، وربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.